مجموعة من المواطنين بحي إيواز من ولاية زغوان السلطات المحلية بتوفير الماء والكهرباء، الأمر اللي ساهم في تعطيل مصالحهم اليومية. نحن طالبين تو مبدئيا تسوية الوضعية وتزويدنا بالماء صالح للشراب والضوء في انتظار تصنيف إعادة تصنيف القطعة، على خاطر نحن كنشوفوا زغوان توفيق زغوان ككل تضاريس مختلفة بجنب الواد وبكلها فهمني ولا لا، جغرافيا منحدرات ومنخفضات نمشوا الولاية الفلاحة النقباضة البلدية في حد ذاتها في منطقة زوني نوندابل تضاريس مختلفة. بالنسبة لنا نحن في الوضعية في الحالة هذه نحب تسوية وضعية، نحن غالطين صحيح، بنينا في أرض لقلت ذات اليد الناس كلها فهمني ولا لا، أخذت كل واحد خذا قطعة أرض فهمني وشيد عليها المسكن متاعه المحل متاعه، في حين احنا في انتظار فهمني تسوية الوضعية. مشكلة غياب الضوء على الحي متاعنا أثرت لي بدرجة كبيرة على أولادي، خاصة على قرايتهم وعلى مستقبلهم. أنت كانت نجم تشوف لهنا شهيدهم كانت بالامتياز، توا اصلا حتى القراي ما عادش يحبوا يقرا. انسان تصوري انت صغير في 7 سنين وفي 8 سنين يقرا على شمعه، شنو باش يكون المستوى نتاعو؟ يقراو في النهار يقراو لبرا، هاو الدنيا ضو ويشوف، وبالليل وين مش يقرا؟ تلميذي يروح الخمسه نتاع العشيه ومش يقرا، مش يقرا على شمعه ولا ليه؟ والشمع احنا في الوقت هذا في القرن 21 تلامذه تقرا على شمعه، شوف تلقى مستواها وش تلقى مستقبلها ترى. نظمه اليوم الجامعه